تم ضبط برنامج وطني قطاعي مشترك بالتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وكل القطاعات المعنية في المجال، الفلاحة، المؤسسات الصغيرة، الناشئة، التجارة. هذا من أجل دعم انخراط المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت في الإنتاج الوطني تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، ونحن ماضون في التنفيذ من خلال الزيارات الميدانية ورصد ما هي أهم انشغالات المرأة اللي شفناها تتمحور خاصة في النقل في التسويق، وإحنا بالتنسيق مع الغرفة التجارية والغرفة الفلاحية على المستوى الولائي من أجل الاستجابة لانشغالاتها.